يقول تحيا مصر، تحيا يا مصر، تحيا يا مصر، تحيا يا الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه القيمة العظيمة التي أضافت إلى جمهورية مصر العربية من العزة ومن الكرامة ومن القوة ومن الأدب ومن الاحترام ومن الثبات على الموقف. فتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. خلي بالك، أنا هقول نقطة واحدة بس، نقطة واحدة ومش هطول على حضرتك. أنا عايز أقول لحضرتك، خلي بالك من المؤامرات التي تحب الدولة المصرية، خلي بالك من الأشياء اللي بيفعلوا بمصر الأفاعيل. قبل كده كانوا بيقولوا ليه إحنا بنسلح الجيش المصري، ليه إحنا جبنا الفرقاطات، ليه جبنا حاملات الطائرات، ليه جبنا الرافال، ليه جبنا أسلحة متقدمة. يمكن بيتهيألي دلوقتي الإجابة واضحة من غير ما نقولها على المنصة. يمكن أنتوا عرفتوا دلوقتي ليه كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بينفق الأموال الطائلة على القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة المصرية هي درع وسيف هذا البلد. فتحية إلى القوات المسلحة المصرية. حافظوا على مصر، حافظوا على مصر، وخاصة في وقت الفتن والأزمات. وقفوا خلف القيادة المصرية الرشيدة بما لها من خبرات ومهارات، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعليكم أن تعلموا جميعا أن حب الأوطان من الإيمان. أيها المسلمون، عليكم أن تعلموا جميعا أن من أحب وطنه أحبه الله، ومن حافظ على وطنه أحبه الله. فتعلمنا هذا من رسول الله عندما خرج من مكة وهاجر إلى المدينة. وقف النبي وبكى وقال ورفع يداه إلى الله: إنك تعلم يا رب أن مكة أحب البلاد إلى قلبي، ولكنهم أخرجوني منها. فهذا إن دل فيدل على أن حب الأوطان من الإيمان.